وفي لقاء مرتقب ضمن المجموعة الأولى، وفي لقاء نعم منتظر من خلال المتعة والإثارة بين المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي ضمن لقاءات المجموعة الأولى، وفي ثالث لقاءات اليوم الثالث لكسب إحدى بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس آسيا في تركمانستان وعدم الحصول على المركز الثالث، وبالتالي المنتخبان يبحثان على المركز الأول مقابل هدف، وبالتالي 6 نقاط للمنتخب الكويتي و3 نقاط للمنتخب العراقي. كرة توصل هنا الاستلام الانتظار تسديدة مرت، هل نشاهد هدف أول في الدقيقة الأولى؟ العراق عن طريق قائدة أو يتركها هنا تسديدة واصطدمت عادت مرت نقطة وحارس المرمى يتصدى. نتابع نشاهد الحركة من جانب لاعبي المنتخب الكويتي الآن، هنا التسديدة حلوة الكرة الماضية وحلوة التسديدة كانت. رابع كأس آسيا الماضية، نعم المنتخب العراقي في النسخة الأخيرة لكأس آسيا، هنا محاولة خطرة والتغطية بعد ذلك والإبعاد إلى ركنية، ركنية اللعبة السريعة خطرة كورة ياه على الكرة الماضية. مباراة سريعة حتى الآن ممتعة فيها فرص ضايعة، نعم هنا سالم فيصل، هنا الخطورة، هنا المحاولة، يا سلام على حارس المرمى يتألق في التسديدة الماضية عن طريق الخطير وليد خالد عادت، هنا يا سلام على المرور، هنا محاولة وأيضا أحمد درين. والمنتخب العراقي في ظل الضغط الدفاعي من المنتخب الكويتي يجبرون لاعبي المنتخب العراقي على ارتكاب الأخطاء في التمريرات. المنتخب الكويتي أول مرة وصلوا لنهايات كأس آسيا في 2001، هنا محاولة وتسديدة، وبالتالي كلا المنتخبين يعتبران من القوة الآسيوية الكبيرة في كرة القدم للفوتسال. كرة توصل هنا تسديدة ويا سلام، وما زلنا ننتظر الهدف الأول في هذه المباراة، هل يأتي بلون الأزرق الكويتي أو الأبيض العراقي؟ هنا محاولة تحولت إلى رمية مرمى. حتى الآن الارتباك واضح على لاعبي المنتخب العراقي في التمريرات في ظل الضغط الموجود من جانب لاعبي المنتخب الكويتي. اللعبة الآن على الطاير خذا على طول تحولت إلى رمية مرمى. كرة الأمام في الأردن في الفوتسال، هنا محاولة وتسديدة كادت أن تأتي بالخطأ في مرمى. من الجماهير الحاضرة وهي جماهير كويتية لمساندة الأزرق الكويتي في هذه المباراة، هنا محاولة تسديدة وأحمد دريد مرة أخرى يتألق. حسين عبد علي وليد خالد مرة أخرى ينتظر الضغط الموجود عليه، نعم يجبره على ارتكاب الخطأ في التمرير. عادت للمنتخب الكويتي خطر الآن ممكن فيها فرصة هدف أول، هنا التمرير يا التحرك عادت فرصة الآن فيها فرصة محاولة وتسديدة والدفاع توصل للمنتخب الكويتي الآن الأكثر سيطرة الأكثر استحواذ. هنا محاولة هنا لمسة وتسديد وجول جول أول للمنتخب الكويتي بخطأ من حارس المرمى أحمد دريد، نعم وضعها بشكل رائع اللاعب سلطان الماجد بلمسة هزت شباك المنتخب العراقي. نشاهد شو اللي حصل، شاهدوا الكرة الماضية بلمسة على طول وضعها والكرة داخل الشباك، وبالتالي هدف أول للمنتخب الكويتي بخطأ من حارس المرمى العراق. هنا لمسة وتمريرة كرة محاولة الكويت، هنا تقدم وتسديدة مرت قوة هجومية رائعة وتحرك هجومي مميز. شاهدون الكرة تسديدة يا سلام على الهدف الثاني، يا سلام على الهدف الثاني وعلى الطاير يوسف شاهد على طول خذها، لا 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 لا, لا تصد ولا ترد للمنتخب الكويتي. هنا جماهير الكويتية نعم الحاضرة في صالة مدينة خليفة الرياضية. كرة توصل عادت للمنتخب الكويتي ونقل الكرة الأمام، هنا الانطلاقة نعم موجودة لمسة وفرصة هدف ثالث يا سلام. عادت مرة أخرى هنا تسديدة ويا سلام على حارس المرمى محمد بردة فعل رائعة يتصدى في الكرة الماضية من زمن
الشوط الاول. هنا يا سلام على الاستلام، هنا تسديده، الارتداد السريع الان فيها محاوله، عادت واحد اثنين والثالث وين، لكن هنا تسديده ويا سلام. محاوله لمسه وتمريره الان المنتخب الكويتي وتسديده، وحارس المرمى يتصدى. شاهدونا لمسه الفارسي، لمسه ومحاوله، هنا فرصه هدف ثالث واحمد دريد يتصدى. عادت سريعه المنتخب العراقي في الثواني الاخيره، هل يقلص الفارق؟ هنا لمسه والتغطيه الدفاعيه والعوده السريعه. هنا محاوله اللعبه السريعه والعرضيه سهله لحارس المرمى. الثواني الاخيره كوره الى امام ومعها اعتقد صافره نهايه الشوط الاول. نعم نهايه الشوط الاول بتقدم المنتخب الكويتي بهدفين مقابل لا شيء في شوط اول سريع، بانتظار ال 20 دقيقه القادمه لمعرفه الفائز في هذه المباراه. يريد العوده بتغليص الفارق اولا. الان اللعبه السريعه فيها تسديده ايضا مرت، بدا يتقدم للامام لتغليص الفارق وواجه حارس المرمى محمد الهزيم. عادت مرة أخرى يا سلام، واحد اثنين والثالثة وين، هنا محاولة المرور، هنا التقدم والهزيم مرة أخرى من القائد. هنا محاولة وياه مرت للمنتخب الكويتي وأيضا المدرب هيثم عباس مدرب المنتخب العراقي. كرة يا سلام يا سلام، كرة ما كملت الكرة المرمى وحارس المرمى تألق. هنا لمسة ونقل الكرة إلى أمام الهزيم، لمسه وابعاد الى ركله ادخال. الشوط الثاني فيه الحذر واضح، يكسب المساحه ينتظر الزميل، هنا تمريره، هنا تسديده، صاحب الهدف الثاني للكويت، هدف رائع كان. كره توصل، هنا المحاوله، هنا الخطوره والهزيم مره اخرى. اللعبه السريعه خطره، يوه كره ما زالت، اوه خطا الفاضل هو على التنفيذ. اللعبه السريعه وتسديده وحارس المرمى العراقي احمد دريد يتألق. الشوط الثاني حتى الآن الأهداف قائبة، نعم الأهداف غير موجودة ولكن المتعة موجودة. يا سلام يا سلام، جول جول للمنتخب العراقي بمجهود رائع وتسديدة رائعة كانت، نعم من جانب اللاعب فهد ميثاق هو اللي سجل. شاهدونا الاستلام وبين لاعبين مر، وبعد ذلك هوه أكيد لا يريد الاستسلام في هذه المباراة. كرة توصل، هنا محاولة، مرة أخرى شاهدون الكرة حاول معها، كرة توصل، هنا تسديدة وأحمد دريد، ياه مرت، تحولت إلى ركنية. فرصة أيضا ضاعت تسجيل هدف ثالث بتألق من حارس مرمى، عادت أولا والمتابعة. سلامات للاعب المنتخب الكويتي عبد الرحمن الوادي، هدفين مقابل هدف. هنا لمسه وتمريره، الفارسي خطفها وهز الشباك للمرة الثالثة للمنتخب الكويتي، وعلى طول يذهب للاعب المصاب، ياه على روعة الهدف الثالث وفرحة الجماهير الكويتية. نعم يا سلام، اللعبة على طول خطفها بالقدم اليسرى وضعها بالقدم اليسرى. هنا التحرك يا سلام، فيها استلام وانتظار، وبعد ذلك التغطية موجودة وفيها محاولة، كورة هو ممكن فرصة هدف رابع، ينتظر لمسه هو. صارت أربعة للمنتخب الكويتي، والفارسي مرة أخرى ورباعية زرقاء. شاهدونا الانتظار، وهنا ياهي من لمسة بالقدم اليسرى، الفارسي يصنع الفارق مرة أخرى ويصنع الابتسامة لهذه الجماهير الكويتية، وأربعة واحد. ولكن في الهدف الرابع المجهود، وأي مجهود من عبد الرحمن الطويل، نعم في المرور والتمرير، أربعة واحد. شاهد فرحة ياهي من فرحة تكررت أربع مرات. نعم عادوا، الأزرق عاد للكرة الآسيوية، والكرة الآسيوية افتقدت للكرة الزرقاء للمنتخب الكويتي للفوتسال. شاهد هو فرحة الجماهير
تساند تؤازر الأزرق الكويتي، وهذه الجماهير أكيد مشتاقة للانتصارات. زياد علي هنا محاولة، يا السلام كورة، هوه حاول يخطفها بالكعب في دفاع المنتخب العراقي أو المنتخب الكويتي. هنا التسديدة والهزيم مرة أخرى، ياه على الكرة الأخيرة والتصدي من الهزيم أولا. مرة أخرى هنا لمسة استلام والتغطية وللشباك الخارجية من طارق زياد. مرة أخرى فيها محاولة، هنا محاولة فرصة وحارس المرمى، يا سلام واقفين صح. هنا تسديدة، الحضور الدفاعي المميز بالمنتخب الكويتي، الفرصة غير موجودة للتسجيل. هنا تسديدة وأيضا أمام روعة التصدي من الحارس محمد الهزيم اللي بدوره يلعب كرة إلى أمام. وليد خالد ياخذ كرة عبد العزيز، تسديدة سيف رياض، هنا التسديدة أو التمريرة والهزيم مرة أخرى. تمريرة، التغطية موجودة والإبعاد أيضا حاضر. هنا محاولة والتقدم، وليد خالد دائما يرجع بشكل سريع لتغطية المنطقة. كرة الأمام المنتخب الكويتي الآن فيها استلام وسيطرة، هنا التمريرة، يا السلام هنا فرصة وضاعت السرعة. الآن المنتخب العراقي المساحة موجودة، هنا تسديدة الإبعاد بعد ذلك، شاهد الضغط الموجود والكرة إلى خطأ. شاهدون الكرة الماضية والاشتراك اللي حصل بين حسين عبد علي وأيضا اللاعب عبد الرحمن الطويل وأيضا حسين عبد علي من حكم المباراة الأسترالي الأول أندري بيست، والكرت الأحمر. نغل الكرة، خلاص انتهت المباراة بانتصار آخر للكويت في هذه التصفيات بأربعة أهداف مقابل هدف. انتصار في مباراة رائعة في لقاء كبير بين المنتخبين. نعم فاز المنتخب الكويتي 4-1، وبهذا الانتصار رفعوا رصيدهم إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.